إن تكوني فنانة في غزة إشي عظيم كتير، لأنه إحنا كتير مقيدين حتى فكرياً، في شغلات كتير بتمنعنا. لكن إنه تكوني في غزة إنه لازم تتميزي، لازم يكون لك أسلوب خاص. بشكل عام الفن عنا بغزة للسيدات، إحنا للفتيات قليل، إحنا قلال، فدائماً متميز بالمعارض اللي بنشارك فيها لأنه قلة. إيمان علي إبراهيم الأشهب، فنانة تشكيلية، عمري 24 سنة، سكان تل الهوى، شارع جامعة الدول العربية. بعمل منطقة الشجاعية، الشعف، منطقة معرضة دائماً للحروب، منطقة ساخنة. بدأنا العمل فيها من بعد عدوان 2014 ولحتى الآن مستمرين على نفس النهج، بنعطي جلسات دعم نفسي للأطفال عن طريق التفريغ ببرنامج معين، بعد هيك بنحاول نفرق عنهم، ناخذ لهم رحلات ونطلعهم من الجو اللي هم فيه بشكل عام.